ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ انا مش عايز ان الموضوع فعلا يبقى مجرد ان احنا قاعدين بنحاسب. يعني انا مش بتكلم علينا في مصر، احنا موقفنا شديد الوضوح بل وشديد القوة والحسم والحزم. انا بتكلم بشكل عام. يعني ايه؟ يعني انا ضد بالكلية مسألة ان احنا نحول الموضوع لموضوع طائفي وديني ومذهبي. يعني انا طول عمري الحقيقة طول عمري دي خلقتي كده طول عمري ضد. كانتوا عارفين طبعا كان في فترة مش بس اللي حكم فيها الاخوان، ولكن في فترة طويلة من عمر هذا الوطن كان في محاولة طول الوقت لتدينه، مش لجعله شعب متدين، لأنه هو متدين طول عمره بقاله آلاف السنين. المصريين يحبون فكرة الإله وتحديدا الإله الواحد. المصريين بالمناسبة طول عمرهم موحدين. طول عمرهم يعني طول عمرهم. اللي يقرأ في علم المصريات كويس جدا، واللي يقرأ في الثيولوجي أو العلوم الدينية المصرية كويس جدا، يعرف أن المصريين عمرهم ما كان عندهم تعددية في الألوهية خالص يعني، ودي قصة تانية. لكن المصريين مش منتظرين انه جماعة دينية تيجي لا تعلمهم الأدب والأخلاق ولا تعلمهم الدين. لكن للأسف الشديد في مرحلة سبعينات وثمانينات وتسعينيات كان يقف ناس على المنابر، أنا مش بقول لك خطباء الأوقاف، خلي بالك في المرحلة دي كان جوامع وزوايا بالهبل تحت ايد المتشددين والمتطرفين فكريا ودينيا، وكانوا يقفوا على المنابر يقول لك اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود ليه؟ انا من امتى جزء من ثقافتي ووجداني واخلاقي وتصوراتي وفلسفتي وانسانيتي ان انا بدعي على ديانة او على طائفة أو على مذهب؟ وأصبح في شكل من أشكال التوارث في ده. طيب هل ده معناه إنه حد زي بنيامين نتنياهو ما هواش نسخة طبق الأصل من الدواعش؟ لا، هو بنيامين نتنياهو كل حكومته هم دواعش بتوع اليهود، زي ما في دواعش بتوع المسلمين في دواعش بتوع اليهود. خلينا ناخدها بالتعبيرات الحقيقية، هناك المتطرفين المتشددين في أي ديانة أي دين في الدنيا موجود في دنيانا منذ بدء الخليقة. كان للأسف الشديد بيحصل من وقت للتاني أنه يظهر فيه مجموعات من المتطرفين. يعني خلينا نفتكر أنه بعد وفاة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ثم الخلافة الراشدة، فبدأت بسيدنا أبو بكر مرورا بسيدنا عمر وصولا إلى سيدنا عثمان، وقبل ما توصل لسيدنا علي بدأت الفتنة الكبرى على إيد مين؟ على إيد الخوارج. ما هم دواعش، دول اللي قتلوا سيدنا عثمان. فما فيش ديانة بريئة، لا الديانة دايما بريئة، لكن ما فيش ناس اعتنقوا ديانة طول الوقت هم شوية ملايكة بجناحات وبيرفرفوا وحاجات زي كده، لا في طول الوقت تطرف في كل معتنقي أي ديانة ظهرت على سطح هذه البسيطة. وأصبحت الحالة هي إن لك إنه ديني هو وطني وهو انتمائي، لا دينك مش هو وطنك ولا هو انتمائك كمسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا زردشتي ولا بوذي ولا أي حاجة. دينك هو عقيدتك وطريقة عبادتك وشكرك ومحبتك وإقرارك بالألوهية لربنا بس كده. ديني هو انتمائي، مفيش حاجة اسمها كده. ديني هو وطني ووطني هو ديني، مفيش حاجة اسمها كده. ده هو جزء رئيسي من رفضنا لفكرة انه يبقى فيه ناس جايلنا من اوروبا ومن افريقيا ومن اسيا ومن امريكا اللاتينية ويستوطنوا ارض عندنا اسمها فلسطين، ان هم عاوزين يبنوا دولة دينية يسموها الدولة العبرية، الدولة اليهودية، المملكة اللي مش عارف رقمها كام. لا، احنا رافضين ده. الاوطان ملك شعوبها مش ملك ناس بتدين بالدين الفلاني او تسير على المذهب العلاني او تنتمي للطائفة الفلانية. والحرب
والصراع لو صح التعبير، يعني حتى توصيف الحرب توصيف أنا لا أراه عادلا بأي حال من الأحوال، توصيف ما فيهوش أي عدل. أنت بتتكلم على ناس جات لي من بلاد بره وقعدت عندي وكونوا عصابات ودبحوا في الشعب اللي عايش على هذه الأرض اللي هي الأراضي الفلسطينية، ثم أشهروا دولة بدعم من دول بره ملهاش علاقة بينا برضو خالص. يعني هم استغلوا نتائج الحرب العالمية التانية علشان خاطر يقدروا ان هم ياخدوا هذا الدعم اللي موجود في اوروبا او الدعم الاوروبي والدعم الامريكي فيشهر دولة في 48 بعد 3 سنين من انتهاء هذه الحرب، وطبعا بعد الحقيقة اتفاقية غير منطقية وغير عادلة ولا يجب انها تستمر على هذا الشكل اللي هو اتفاق باريس هنبقى نتكلم عليه اللي هو اللي حصل بعد الحرب العالمية التانية وهبقى ضحكك عليه. لكن هوصلك لايه؟ معلش استحملوني شوية أوصلك لإيه؟ لا الدعوات إنه علينا أن نحرر المقدسات الإسلامية في فلسطين، لا إحنا بنحرر أرض فلسطين مش بنحرر المقدسات الإسلامية اللي في فلسطين، لأنه فلسطين فيها كل المقدسات، فيها يهودي وفيها مسيحي وفيها إسلامي، فالحرب ما هياش حرب من المسلمين على أولئك الذين يدنسون، ما فيش حاجة اسمها ناس تدنس المقدس، تدنيس المقدس هو الاحتلال بحد ذاته. لكن لكونهم ان هم يهود فيبقوا هم ولا العكس، ما يطلعش حد زي بنيامين نتنياهو قاعد عمال بيخلق حرب دينية من العدم، وانه ده دفاعا عن التاريخ اليهودي ودفاعا عن اليهودية، وعلينا في بداية العام ان نتكاتف جميعا، ويقدم دعوة للمسيحيين في العالم انه تكاتفوا معانا ضد الوحشين المسلمين دول. فبقت هنا المسألة فين؟ ان احنا بقى ده احنا بنعمل حرب دينية. بصوا يا سادة يا كرام، للكل ان يعلم في الداخل وفي الخارج اصلا فكرة، ما خلي بالك فكرة انه عندي دولة دينية في المنطقة اسمها اسرائيل هو اللي ادى لصعود مجموعات متطرفة تنادي بدول دينية اسلامية، دي الفكرة. تعال نروح ل أو نعود إلى مصر وحاضنتها الإفريقية، ومصر حاضنة إفريقيا أيضا بطبيعة الحال. في النهاية احنا بنتكلم على قارة واحدة وبنتكلم على بعد قاري وإقليمي وسياسي واحد. مصر الحقيقة دون يعني أي مبالغة ولا تزيد حتى قدمت كتير جدا لإفريقيا خلال أو لإخواننا وأشقائنا الأفارقة خلال السنوات القليلة جدا الماضية. سنوات قليلة جدا الماضية دي اللي أنا بكلمك عليها في عمر الأمم 9 سنوات ده حاجة بسيطة. السنة اللي فاتت إحنا قدمنا دعم كبير لإفريقيا. معانا على التليفون دكتور إسلام حمزة مستشار وزير التعليم العالي للشؤون الإفريقية. أهلا بيك يا دكتور إسلام. اهلا بيك يا استاذ بيه. ازاي الصحة؟ يمكن عايز في مستهل الكلام اسأل على حجم الدعم اللي قدمناه حتى في ملف التعليم بالتحديد إلى قارتنا الإفريقية. حصاد هذا الدعم المصري لإفريقيا في التعليم العالي وفي البحث العلمي، ودي حاجة مهمة جدا خلال 23، خلال 2023 أظننا عملنا منح وخلافه. الحقيقه يعني هي يمكن القياده السياسيه في الفتره اللي فاتت اولت اهتمام بالغ للقاره الافريقيه، ويمكن حضرتك تتذكر كان جه علينا فتره كنا بعدنا عن الحضن الافريقي واخذنا بعد ولم يكن لنا تواجد، ولكن في الفتره الاخيره الحمد لله تم الرجوع بقوه والرجوع برياده ودعم للاشقاء الافارقه. أحد أهم هذه المحاور هو التعليم العالي والبحث العلمي، وتقدم الدولة المصرية من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد والعديد من الدعم للأشقاء الأفارقة. على رأس هذه الموضوعات هو تقديم منح دراسية للدراسات الجامعية والدراسات العليا للماجستير والدكتوراه في التخصصات المختلفة. العام الفائت فقط 23 وصلنا إلى أكثر من 713 منحة للدراسات الطب البشري والصيدلة والعلاج الطبيعي والطب البيطري والهندسة والتخصصات المختلفة. دي قدمت لكام دولة تقريبا يا دكتور؟ أفندس؟ قدمت لكام دولة في القارة الإفريقية تقريبا؟ تعلن
تعلن المنح لكل الدول الأفريقية واللي استفاد منها في الفترة الأخيرة ما يزيد عن 22 دولة. هايل هايل. طيب بالإضافة طبعا لحضرتك بتقدم منح تدريبية قصيرة الأمد اللي هي أسبوعين أو أكثر في تخصصات متقدمة ومتطورة على رأسها كان قطاع تكنولوجيا الفضاء، الاستشعار من البعد، الزراعة والغذاء والطاقة. وطبعا الذكاء الاصطناعي يحتل بعض التميزات في الفترة الأخيرة. عظيم جدا. هل احنا في عندنا شكل من أشكال التوأمة ما بين الجامعات بتاعتنا وبعض الجامعات في القارة الإفريقية؟ أيوة طبعا، هناك العديد من التوأمة بين الجامعات المصرية وجامعات الأفريقية. على سبيل المثال جامعة حلوان مع جامعة لومبوبو في جنوب أفريقيا، هناك بعض الفروع للجامعات المصرية في بعض الدول، ولكن نتيجة لبعض عدم الاستقرار سواء السياسي أو بعض الظواهر الطبيعية تؤدي إلى عدم تشغيلها بشكل جيد، لكن هناك خطة لإعادة التشغيل مرة أخرى، وهناك خطة لفتح فروع جديدة لجامعات أخرى في دول أخرى يعني. فديت يمكن عودة مصر إنها تكون حضن وهب تعليمي في أفريقيا تشغل بال القيادة السياسية والوزارة، ونسعى جاهدين على أن تكون مصر في هذه المكانة بديل عن الدول الأخرى زي شرق آسيا أو زي أوروبا وكذا. طبعا ياريت. طب آخر حاجة معلش أنا هتقل حاجة شوية يا دكتور، بخصوص التدريب يعني أنا بشوف دايما أنه مسألة التدريب بتاعة مثلا الجنسية الإفريقية الفلانية من الدولة العلانية إن هو بيجي يتدرب عندي، ده برضو بيدي بعد آخر بخلاف المنح الدراسية سواء إذا كان على مستوى الشهادة الجامعية أو الماجستير أو الدكتوراه والتوأمة ما بين الجامعات، لكن كمان التدريب، هل في عندنا برامج تدريب ولا لا؟ أيوة لدينا برامج تدريب، والحقيقة كلها رزق بيه، كل الحاجات تبقى قوة ناعمة للدولة الإفريقية في الدول الأفريقية، ودي نحتاجها في الفترة القادمة. ولنا بعد آخر استراتيجي بأن في المستقبل تكون الماركت بتاعنا أو السوق التسويقي لمصر هي أفريقيا، سواء سوق تسويقي للتعليم، سوق تسويقي للصناعات المختلفة زي صناعة الدواء، سوق تسويقي لصناعات الفضاء وتكنولوجيا المعلومات. أعتقد بتبني كوادر إنها تكون اتدربت عندك، اتعلمت عندك، مع البعد الآخر ده بتساعدك في توصيل المهمة اللي أنت عايز توصلها، وهي ريادة أفريقية، سوق إقليمي قاري من خلال المنتجات التي يمكن أن تنتج عن طريق البحث العلمي والتعليم العالي. أشكرك جدا 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 يا دكتور إسلام، كل الشكر ليك. دكتور إسلام حمزة مستشار وزير التعليم العالي للشؤون الإفريقية. فاصل وهنكمل الكلام. إزاي حضراتكم؟ عاملين إيه؟ كله تمام؟ يمكن خد بالك ده مجرد يمكن مسألة إن إحنا نشجع أكتر المواطنين على تحويل عربياتهم للغاز وفي ظل المبادرة، فده يبقى يساعد أكتر في مسألة تهدئة السوق، تهدئة أسعار العربيات في السوق اللي كنا بنتكلم فيها من كام يوم دي. يمكن يعني أنا بفكر بس معاك والله بصوت عالي حقيقي، وارد يعني أنا النهاردة بكون بعمل مبادرة بهذا الشكل وإن أنا أعمل مسألة التحويل، ويا سلم لو حطيت عليها شوية تيسيرات كمان تبقى لطيفة. طيب خلونا هنا ناخد معانا على التليفون أستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول. أهلا حمدي بيك. بيك يا أستاذ يوسف. إزاي حضرتك يا فندم؟ أستاذ المشاهدين أهلا بحضرتك. يعني أنا كنت بقول إنه المبادرة دي من ساعة ما ظهرت وأنا من الناس التي تناصرها وتشجعها إلى أبعد الحدود، وبعدين بتسأل دايما من وقت للتاني هو في إمكانية إن احنا نسهل أكتر على المواطن إنه يقبل على المبادرة، يعني أشجعه أكتر فأديله تيسير أكتر، أزود مدة القسط يا حمدي بيه إذا ينفع يعني؟ طبعا يعني عاملين تيسيرات كبيرة للمواطنين. طبعا احنا عارفين ان منذ اطلاق المبادره الرئاسيه
في يناير 21 ده من اجل ان الناس تتحفز على استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارة. حلو. احنا عايزين نقول برضك دلوقتي ان قطاع البترول قطع شوط كبير جدا في هذا المجال من خلال انشاء المحطات ووجودها في مختلف محافظات مصر. مراكز التحويل نفسها اللي بتحول في منتشره في كل محافظات مصر، عندنا اكثر حوالي اكثر من 140 مركز تحويل. المبيعات نفسها بتاعت الغاز الطبيعي ابتدت تزيد. احنا في عدد عربيات دلوقتي بتشتغل بالغاز كوقود 538 الف سياره. طبعا احنا عارفين ان اهميه الغاز الطبيعي كمان برزت مؤخرا مع التحول للاخضر، وغاز الغاز الطبيعي هو وقود مثالي وبديل للوقود الاحفوري اللي هو البنزين والمازوت والسولار. وبالتالي احنا بنقول ان هو ده هيلعب دور اساسي في مرحله الانتقاليه اللي جايه في مستقبل الطاقه. فيما يتعلق بحضرتك بقى بالإضافة طبعا لكونه صديق للبيئه وقليل الانبعاثات والاخره، احنا عاملين تيسيرات في قطاع البترول بالنسبه للساده المواطنين عشان يقدروا ونحفزهم. في الاخر خالص دلوقتي احنا اطلقنا العروض الخاصه بالانظمه بتاعت الشركتين بتوع قطاع البترول اللي هم موجودين. بالاضافه طبعا احنا في عندنا عارفين احنا خمس شركات، في منهم شركات قطاع خاص وفي شركتين تابعين لقطاع البترول. في تم اطلاق المبادره انه في حاله السداد تكلفه التحويل بنظام الكاش بالنسبه للمواطنين، بعض المواطنين بيفضلوا نظام الكاش، هنديهم هديه عباره عن بونات تموين باكثر من 3300 جنيه. فيما يتعلق بالتقسيط على مدة سنتين بدون فوائد، ودي برضك موجودة. واللي عايز يقسط على مدار سنة في برضك بياخد هدية بونات بحوالي 2000 جنيه. فاحنا عاملين عروض فيما يتعلق بالتحويل والتيسير على المواطنين عشان نقدر المواطن يستغل البنية الأساسية اللي اتعملت وانفقت عليها الدولة وقطاع البترول مبالغ ضخمه فيما يتعلق بالمحطات، فيما يتعلق بمراكز التحويل. واحنا دلوقتي عارفين ان احنا عندنا دلوقتي الخبرات الكافيه اللي هذا المشروع بيشتغل من سنه 96 في مصر، وبالتالي احنا العاملين في هذا المجال اصبحوا خبراء في هذا الموضوع. والتحويل ما بياخدش اكثر من 3 4 ساعات، بيتم تحويل العربيه من وقود بنزين الى غاز طبيعي. وبعدين هو بيبقى وقود ثنائي، يعني البنزين بيبقى موجود بيبقى سويتش والغاز موجود من خلال السويتش. بيتم يعني نفترض ان السائق العربيه بتاعته مثلا الغاز خلص في وقت المحطات، لسه اقرب محطه لسه قدامها مثلا كيلو او اثنين او ثلاثه، يقدر يحوله مباشرة للبنزين، وبالتالي ما فيش أي عقبات قدام استخدام الغاز في السيارات أو خد. بالإضافة إن الرقم الأكتيني بتاع الغاز الطبيعي أعلى بكثيرا من 95. كلها مزايا للمواطنين، يجب إن إحنا هم يستغلوا هذه الإمكانيات الموجودة في مصر دلوقتي ويستخدموا الغاز كوقود للسيارات. وده هيبقى ليه برضك عاملين، عامل بيه وعامل بالنسبه للدوله هيوفر الغاز البنزين والسولار اللي بيتم استيراد جزء منه من الخارج، وبالتالي انت بتوفر العمله الصعبه بتاعتك، في نفس الوقت بتعمل توازن ما بين الوقود اللي هو البنزين والسولار اللي هو المنتجات البتروليه السائله والغاز الطبيعي. فكل دي كلها مزايا لتامين مصادر الطاقه في مصر. طيب يعني برضو يمكن عندي سؤال اخير، احنا دلوقتي بنقسط على سنه وسنتين بس ولا عندي مده تقسيط اولى اعلى؟ لا هو في حضرتك بنقسط على سنه ونص او سنه او سنتين. مفيش كده يعني نعمل مبادره نزق زقف ان احنا نخليها 3 سنين؟ انا عايز اشجع الناس اكتر بصراحه يا حمدي بيه. والله الحاجات دي هتبقى تحت الدراسه، اللي انت عارف حضرتك موضوع التكلفة دلوقتي وفي حاجات كتيرة من المكونات
بتاعت التحويل والحاجات دي كلها بيتم استيراد جزء منها من الخارج، وبالتالي دي دعوة من حضرتك نشوف إن شاء الله يكون في قرار إيجابي في هذا الشأن. يا رب يا رب. طيب بخصوص بقى التقسيط مع البنوك ده موجود مش كده؟ والله هو التقسيط مع البنوك ما أعتقد موجود برضك، بس إحنا بنقول إن إحنا بيتم التعامل من خلال البنوك. وطبعا لما يجي يقسط على سنتين أو يقسط على سنة ونص أو الحاجة بيبقى من خلال بس بدون فوائد، يعني إحنا بنقول إن هيتم بدون فوائد، لكن قد يكون من المناسب أيضا إن يتم تعميم دي على البنوك، بس البنوك هتاخد فايدة على لو حد مثلا هيجي يقول والله أنا عايز أقسط المبلغ مثلا على 5 سنين ولا حاجة. يعني اللي أنا بشوفه يا فندم إنه إذا هنعمل تعاون بروتوكول اتفاق ما بين الوزارة وما بين القطاع المصرفي ان احنا عايزين البنوك تقسط للناس على مثلا 5 سنين بس تبقى الفايدة بتاعتها لطيفة ميسرة اسهل حاجات زي كده، يعني ان شاء الله خير ان شاء الله. ماشي، في الانتظار. اشكرك جدا يا حمدي بيه، كل الشكر. استاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول. هو الطف كتير وارخص، يعني لو عايز الحق ارخص. طيب القاهرة التاريخية، اين القاهرة التاريخية؟ السؤال ده كنا نقعد نقوله زمان وتعبنا وصوتنا اتنبح وما كانش حد بيسمع لنا. انا كان في رأيي ان احنا قعدنا 43 سنة دون مبالغة بالنادي يا جماعة القاهرة التاريخية هتضيع هتضيع هتطمس المعالم، الحق. إلى أنه أصبح في عندنا صندوق التنمية الحضرية، واشتغل صندوق التنمية الحضرية الحقيقة بمنتهى النشاط، ده واحد. الفاعلية ده اتنين. الدقة، يعني إيه الدقة؟ يعني أنا بحافظ على المعلم وعلى الشكل وبشتغل بالمظبوط، بشتغل على قواعد علمية. ايه الجديد في احياء القاهرة التاريخية؟ ده اللي انا عايز اسأل فيه دكتور خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية. منورنا يا دكتور. مساء الخير يا حبيبي، ازاي؟ مساء النور، ازاي الحال؟ كله تمام؟ عارف انه حضرتك مشغول جدا فانا يعني مش هطول، لكن هسأل يمكن سؤال سريع كي يطمئن قلبي ونفرح جميعا. ايه الجديد في احياء القاهرة التاريخية من خلال صندوق التنمية الحضارية؟ طبعا احنا يعني شغالين في القاهرة التاريخية في 5 مناطق دلوقتي. المناطق دي بيحصل فيها تدخلات مختلفة. في تدخل بيبقى مثلا واجهات البيوت اللي هي حديثة، اللي اتبنت حديثا، ازاي احنا بنحولها لشكل اسلامي بدل ما كانت مثلا على الطوب الاحمر او مبنية على شكل مودرن مش اسلامي، فبنحاول نحولها. يمكن في بعض الصور الناس شافتها او زارت المكان نفسه زي الحاكم وابو زويله وحاره الروم وحول الحسين، كل الحاجات طبعا اشتغلنا فيها. في حاجه ثانيه، تدخل ثاني، ان مكان منطقه مهجوره او خارب او خرابه او مبنى تهدم، بنشوف التاريخ فيه ايه ونبدا نبنيه من جديد، نبني المكان نفسه زي مكان زي دلوقتي احنا شغالين في وكالة الشرباجي ووكالة الأرناؤوطي ووكالة الملا ووكالة الحصر. دي كلها كانت وكالات قديمة. الوكالة كانت يعني إيه؟ يعني إيه وكالة؟ الوكالة دي تبقى عبارة عن بناية سوق كده، بس عبارة عن بناية على بعضها تحت محلات، وفي كور في النص وفي غرف فندقية فوق للتجار. فدي كانت اللي هي يعني نقول بالمعنى المودرن دلوقتي البوتيك أوتيل. فده اللي بنعمله دلوقتي الجديد اللي بنعمله، خلاص بدأنا نشتغل فيه شرباجي على قدام مسجد الحاكم بأمر الله على باب الفتوح هناك. الناس لو احنا كانت تشوف تلاقي ان احنا خلاص بدأنا العمران يبان بتاع الوكالة. طبعا احنا شغالين في 5 مناطق، وان شاء الله يعني اول ما نخلص نشتغل بهدوء، لان ما ينفعش نشتغل ونعمل ازعاج للناس. طبعا لان لو شغلنا وشلينا الحركة الدنيا هتتشل تماما والناس هتحس بالازعاج الشديد. لكن احنا شغالين بهدوء جدا وحاطين خطتنا على اساس ان احنا ما نزعجش الناس، غير طبعا شغلنا في حدائق البوستات اللي هي اللي على 500 فدان، احنا زرناها قبل كده مع بعض. طبعا دي هتبقى حاجه على مستوى عالمي، حاجه دوليه جدا، وهتبقى اداره عالميه، هتبقى تدير المشروع.
زائد ان احنا يعني جميع المشروعات داخل القاهره التاريخيه كل سنه حضرتك كده مدروسه زي ما نقول بالشوكه والسكينه كده، يعني مدروسه ازاي هنوصل فين، يعني ازاي تدخلات تبقى مظبوطه جدا، التاريخ كان بيقول ايه في المكان ده، المستشرقين كان بيصفوها ازاي، صح. الصور اللي كانت قديمه من القرن ال 17 وال 18 وال 19 استخدمتوها دي يا خالد دي مش كده؟ يعني استخدمتوا الصور اللي كانت مرسومة من زمان في ال 17 و 18 و 19 أو ما حتى ما هي قبل ذلك، استخدمتوا الصور دي في أحياء القاهرة مرة تانية؟ ده أنا عايز أقول لك إحنا استخدمنا القصص والحكايات، القصص والحكايات دي اللي هي طبعا عندنا استشاريين متخصصين في الموضوع، إزاي القصة يقول لك إن السلطان فلان فلاني أو الملك أو الأمير فلان كان ماشي في الشارع الفلاني أو الحارة الفلانية وكان في مشربية أطلع عليها مش عارف طلعت عليها الجماهير عليه طول كده، يبقى هنا كان في مشربيه وهنا كان في حاره او في شارع، يعني نقرا عشان نترجم القصه لصوره ولقطه ونقول اه ده هنا كان في كذا، ده هنا كان في كذا وهنعمله بالشكل الفلاني، طب المبنيه دي كان فيها مشربيه، فين المشربيه اللي كانت هنا؟ اه دي في مخازن الاثار موجوده، هنجيبها ونجددها ونحطها تاني في المبنى الجديد اللي بنعمله. كل ده بيشتغل عليه يعني من غير ما حد يحس ان ده مجهود جبار جدا بيحصل، عشان كلمة إحياء هنا مش تطوير ولا تنمية، لا ده إحياء، بنرجع القاهرة الأصلية بتاعتنا اللي كان في 1930 أجمل مدن العالم، هترجع إن شاء الله على 2030 ونضاهي بها المدن الثانية في العالم إن شاء الله. طب سؤالين والله في السريع، أنا مش عايز أطول عليك، أنا عارف يعني الظروف. أول حاجة، عشان حضرتك قلت لي بالنسبة للواجهات اللي ممكن كانت تبقى طوب أحمر أو شكلها مش لطيف أو غير لائق على المكان، إحنا بنغير شكل الواجهة ولا بعمل كلادنج؟ بعمل تجليدة؟ لا احنا بنعمل شكل الواجهه بنفس الخامات بتاعه الشغل زمان، بنعمل حجر هشمه، بنعمل الحاجات اللي هي المواد البناء الحديثه اللي بتديني نفس الملمس بتاع العمران القديم، يعني مش هقدر احط لو حطيت كلادنج لا يبقى انا كده الصوره مزيفه، يبقى بهزر. اه يبقى الصوره الحقيقيه هنا، يمكن حتى كان عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا الناس كانت بتشوف مستشفى الحسين الجامعي اه والبوابه بتاعه الشرطه العلم اللي قدام ساحه الحسين، صح. احنا بنعدل دلوقتي في شكل الواجهه دي طبعا، بس اللي هيقوم وتنفيذها الازهر الشريف وعدلناها تبقى متلائمه مع الرؤيه البصريه اللي حواليها كلها، لان كان في شويه نفور في الموضوع، والبوابه برضه نفسها كان برضه في نفور في الموضوع، فازاي نحيد الكلام ده ونخليه من نفس الطابع العمراني اللي حواليه، ده شغالين عليها دلوقتي وخلصنا التصميمات وكل حاجه، فان شاء الله قريبا جدا الناس اللي كانت بتقول ايه ده ازاي ده يبقى موجود، لا خلاص احنا كل عينينا جايبه كل حاجه، احنا لما عينينا تتخضر ده انا شايف اللوم. قدامي صور اهو، فيديوهات مباني من بتاعه زمان بالتراسينات بتاعتها، التراسينه الحديد الحلوه اللي كانت تبقى طالعه خارج المبنى، ده شغل عظيم. طيب سؤال بقى، حاجتين نفسي ومنى عيني وامل حياتي نخش على شارع القصر العيني، ده فيه شوية مباني تخض من الجمال، وفي نفس الوقت بتخض شغالين، ومش احنا كمان يعني ده شغالين، التنسيق الحضري شغال، المحافظة القاهرة شغالة، الوزارة لسه محلات الكبابجية ومحلات السندوتشات في القصر العيني مبوظة شكل المباني، لا شغالين فيها وان شاء الله هتشوفوا المنظر مختلف تماما. طب اسكندرية هتخش في الطريق امتى؟ افندم اسكندرية بقى ده نفسي، اسكندريه انا عايز اقول لك ان انا يعني حتى خلينا نتكلم بقى، اسكندريه الحمد لله التطوير فيها شغال كويس جدا، يعني البحيره مثلا في رشيد دي منطقه تاريخيه واثريه، احنا بندرس دلوقتي ازاي نعمل تدخلات في رشيد المدينه التاريخيه والاثريه دي، رشيد محتاجه انقاذ، محتاجه انقاذ، يعني رشيد فعلا محتاجه انقاذ، انا كنت هناك، دي مدينه تستحق انه فعلا ايديكم الفاعله تذهب اليها بسرعه، لانه انا مرعوب على المباني الأثرية بتاعت. لا والله نائب محافظ البحيرة حريصة جدا على الموضوع، وهي الصراحة عندها شغف شديد جدا إنها تلحق رشيد، وإحنا هنكون مساعدين فيها في الموضوع إن شاء الله، وبإذن الله يعني هندرس رشيد، وبإذن الله هتبقى حاجة مفاجأتنا للناس إن شاء الله يعني. هريحك مني والنبي، بس أنا عايز اسكندرية محطة الحتة بتاعت الحقانية الحقانية نفسها بدأوا يشتغلوا في المبنى نفسه، ودي أقدم دار قضاء في الشرق الأوسط وإفريقيا، ظهرها خالد بيه هربان من الزمن وهيقع، خلينا نشوفها حاضر والنبي. أنا يمكن قريبا جدا كان لسه معالي محافظ الإسكندرية كنا في حوار مع بعض،
فان شاء الله قريبا هيبقى في زياره هناك ونشوف وهتكون فعلا من خطوات زيارتنا ليها يعني حاضر. مع اني زعلان منه قوي والله، بس يعني انا بحبه بس زعلان منه، هعمل ايه؟ بس هعمل ايه؟ ماشي. لا والله مجهوده يعني كبير جدا. محافظه اسكندريه من المحافظات الصعبه جدا لانها بتحتاج يعني مجهود جبار جدا، في محافظات كتير في مصر محتاجه مجهود جبار جدا من ضمنهم محافظه اسكندريه فعلا. قدها وقدود باذن الله. انا بشكرك جدا 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 جدا، تعبتك وطولت عليك دكتور خالد صديق رئيس صندوق التنميه الحضريه. طيب اخدك على جامعه القاهره، وفوز جامعه القاهره بالمركز الاول في مؤشر الابتكار على المستوى العربي، وقولوا يا رب وعلى المستوى الدولي كمان والعالمي. دكتور محمد منصور المتحدث الرسمي باسم جامعه القاهره، اهلا بيك يا دكتور. اهلا استاذ يوسف، اهلا. مبروك المركز الاول يا فندم، مبروك المركز الاول في الابتكار على المستوى العربي. الله يبارك فيك يا استاذ يوسف. على فكره ديت امتداد لما حققته جامعه القاهره، ولسه يعني ده امتداد لرحله طويله بداتها جامعه القاهره منذ العام 2017. تولى الدكتور محمد عثمان الخشت رئاسه الجامعه، وأنا أستطيع بكل إنصاف وموضوعية أن أقول إنه جامعة القاهرة قبل 2017 شيء، وما بعد 2017 حتى الآن أصبحت شيئا آخر. يكفي في هذا الخبر اللي حضرتك قلته يا أستاذ يوسف إن جامعة القاهرة بتحصل على المركز الأول عربيا في مؤشر الإبداع والابتكار والريادية، وبتتقدم كل الجامعات المصرية في مختلف المعايير التي استند عليها هذا التصنيف. يمكن السيد المشاهد المشاهدين نحن نقول لهم هذا التقييم خضعت له، تقدمت له 208 جامعات عربية، تم تصفيتها إلى 115 جامعة، منها فقط 28 جامعة من مصر. جامعة القاهرة تتصدر المركز الأول على مستوى الجامعات العربية. ينقلني استاذ يوسف انه زي حضرتك ما عرفت عن امنيتك في التقديم انه على المستوى العربي، ويا رب نبقى على المستوى الدولي. لا انا يعني احب ان اقول لك وابشرك والساده المشاهدين ان احنا في جامعه القاهره منذ 2017 وبعد زياره رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي الى جامعه القاهره، ويوم ان اعرب داخل جامعه القاهره يعني الامل في ان تتصدر الجامعات المصريه وتنافس على مراكز متقدمه في التصنيف الدولي. استطيع ان اقول لحضرتك ان جامعه القاهره في عهد الدكتور الخشت وبالتوافق مع رؤية مصر 2030 ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة القاهرة في عهد الدكتور الخشت استطاعت أن تحقق بأسدتها وعلمائها وإمكانياتها وخبرائها وباحثيها طفرة كبيرة وغير مسبوقة بالتواجد في مراكز متقدمة في كافة التصنيفات الدولية. تقدر تقول لي هل ندلل على ذلك بالأرقام ولا هو كلام إنشائي؟ لا، ندلل بالأرقام. أستطيع أن أقول بالأرقام وبتشهادة المؤسسات الدولية التي لا تجامل، وحضرتك تعلم جيدا أن المؤسسات الدولية لا تجامل أحدا. يعني من البداية نقول أن جامعة القاهرة التي تضم بين جنبات كلياتها داخل الحرم وخارج الحرم، وفي جامعة القاهرة الدولية وفرع الشيخ زايد ما يقرب من أو ما يزيد على 270 ألف طالب. أكبر جامعة في أوروبا وأمريكا ربما يا أستاذ يوسف تعلم حضرتك أنه أعداد طلابها لا تتجاوز 30 ألف طالب. بس مش بالعدد يعني. تقيم جامعة بتضم 271 ألف طالب. لكن يا دكتور. لك أن تتصور. لكن هذا التقييم علشان تبقى الصورة المعايير علشان طريبة. تبقى الصورة التي نقدمها للمشاهد واضحة، وحضرتك سيد العارفين وأعلم مني، التقييم بتاع الجامعة مش بالعدد الطلاب اللي فيها. يعني أنا اللي يهمني على سبيل المثال أقصد أنه كم الطلاب يمثل معيار سلبي بالنسبة للتقييم، لأنه يقيمه على أن جامعاتهم 30 ألف طالب و 20 ألف طالب. ده يخليني أروح لسؤال. تقيم جامعة ب 270 ألف طالب وتحصل على المراكز المتقدمة اللي أقول لحضرتك عليها، جامعة القاهرة يا أستاذ يوسف استطاعت أن تخترق حاجز أفضل 50 جامعة على مستوى العالم في هندسة البترول، وتدخل ضمن أفضل 100 جامعة في أربع تخصصات.
التصنيف الانجليزي باعترافه بيقول ان جامعه القاهره اقوى الجامعات المصريه بفارق 258 مركز عن الجامعه التاليه لها في الترتيب. جامعه القاهره في تصنيف ده 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 تصنيف تايمز يا دكتور مركز دفعه واحده لتشغل الترتيب من 301 الى 400 وتصبح هي الجامعه المصريه الوحيده في هذه الفئه. لك ان تعلم يوسف ان جامعه القاهره ايضا تدخل ضمن 300 افضل 300 جامعه من بين 30 الف جامعه دوليه خضعت لتصنيف ليدن الهولندي لتصبح جامعه القاهره. انا محتاج اسال افضل 1% دكتور. من الجامعات العالميه. طيب اولا انا خليني يا دكتور هستاذنك في حاجتين بعد اذنك. اول حاجه طبعا وحضرتك تعلم ودكتور خشت يعلم انا احب الدكتور خشت جدا واقدره كل التقدير وهو يعلم ذلك، بس علشان انا لا اريد ابدا ان اغفل حق الغائبين عن من ترأسوا جامعه القاهره قبل الدكتور الخشت. ده امتداد. ايوه ده يعني اول نقطه. امتداد لما وضعه الاباء المؤسسين لجامعه القاهره، مش بس الاباء المؤسسين يعني وكل من سبق الدكتور خشت في تولي هذه المهمه وهي مهمه ثقيله ومهمة وكبيرة. هذا الصرح إلا العريق. طيب هننتقل للسؤال. أنا مثلا ترتيبي كجامعة قاهرة، أنا عارف إن هي بتحظى على الترتيب المتقدم ما بين كافة الجامعات المصرية، لكن أنا عايز أعرف ترتيبي ما بين الدول أو الجامعات الدولية في تقييم QS، أنا ترتيبي رقم كام؟ ترتيبي على التايمز كام؟ ترتيبي في التقييم الاسباني سرماجو كام؟ يعني ده مهم ان الناس تبقى عارفاه كمان يا دكتور. يا اتفضل يا استاذ يوسف، انا اقول لحضرتك في تصنيف المجني الهولندي احنا ضمن واحد افضل 1% من الجامعات العالميه. في تصنيف في قاعده البيانات الدوليه اسكوبس جامعه القاهره بتتصدر الجامعات المصريه بمعدل استشهاد 31.32% وهو من اعلى المعدلات العالميه. في تصنيف شنغهاي احنا ضمن افضل 100 تقدمنا 100 مركز نحتل المركز من 301 الى 400 ونحن الجامعه المصريه الوحيده في هذه الفئه. حلو. احنا بنتمنى فعلا مش هزار من قلبي ربنا عارف، يعني انا عايز جامعة القاهرة دي توصل للتصنيف امل حياتي طبعا مما لا شك فيه التصنيفات بتاعت مثلا ايه اول 100 جامعة على مستوى العالم، لان انا عارف ان انا عندي في جامعة القاهرة اساتذة يستحقوا ذلك يعملوا ده. اولا عايز اشكر جدا دكتور محمد منصور المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة. طيب الفئة لما يسعد بيجيله عشوتين في ليلة واحدة، ده المثل المصري المشهور. فأنا النهاردة عندي ضيفين أنا أحبهم جدا أقدرهم جدا أحترمهم جدا وأحب أن أستمع ليهم جدا جدا جدا. إحنا زي ما كنت بقول لحضراتكم كده، الموضوع الحاضر على الطاولة وسيظل حاضرا إلى أن إحنا نحصل على دولتنا المستقلة في فلسطين هو ازاي نقدر نوصل لسلام وحل. معانا داخل الاستوديو منورنا دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه ومحللنا السياسي الكبير، منورنا يا دكتور. نورك يا سياده النائب الحبيب، ربنا يخليك سياده النائب. صديقي العزيز دكتور اسامه شعث استاذ العلوم والعلاقات الدوليه منورنا. اهلا وسهلا. ايه الاخبار؟ وصديقي حبيبي تسلم. عامل إيه؟ تسلم سياده النائب العزيز. يمكن هستاذن في ان انا هبدا بدكتور طارق فهمي على أنا كنت من فترة بفكر بصوت عالي دايما في سيناريوهات ماذا بعد، يعني the day after tomorrow.
إلا أنه هذه الحكومة المتوحشة المتطرفة المتشددة لهذا الاحتلال مش مديالي فرصة أن أنا أفكر في سيناريوهات لإزاي نقدر نوصل لحل الدولتين. فأصبحت أفكر دلوقتي إيه هي السيناريوهات اللي تمكنني من إقرار وقف إطلاق نار. يعني شوف، هو طبعا سؤال حضرتك شائك جدا، لانه احنا ممكن نرسم السيناريوهات الواقعيه وليست اللي صحيح. فيها بناء هندسي. يعني انت بتسمع سيناريوهات نظريه كتيره عملناها في مصر من سنوات طويله، يمكن الدكتور اسامه شارك معانا كتير في الحاجات دي طوال سنوات ماضيه، في مراحل كنا بنرسم في اطار هندسي ان احنا السيناريو بالاطار الزمني بما يعني يحمله كل سيناريو من مزايا، الهدف في النهايه هو اقامه دوله فلسطينيه عاصمتها القدس. وبالتالي الحديث عن المرجعيات والأسس مهم جدا. نقطة من أول السطر، النهاردة حرب غزة ستطرح بطبيعة الحال رؤى وسيناريوهات مختلفة سيادتنا، ولازم نكون واقعيين ونحن نتحدث في هذا السيناريو، مش السيناريو الوردي إنما السيناريوهات الأخرى المتعلقة بالواقع. نحن أمام حكومة إسرائيلية، جاءت هذه الحكومة قبل الحرب طبعا بتشكيل مكوناتها لحسم الصراع وليس إدارته. يعني حسم الصراع بمعنى إيه؟ إنه لا إدارة للصراع وإنما حسم الصراع. الجزء اللي هو حاصل في الضفة الغربية والإجراءات في مدينة القدس والاستمرار والإمعان في المخطط الشيطاني هدفه هو حسم الصراع وليس إدارة الصراع. أنا مش عايز أكون صادم، بس أنا بنطلق من نقطة مهمة جدا للوصول لنا حوله. وبالتالي هذه الحكومة، أنا مع حضرتك، يمينية ومتطرفة وكل الإجراءات والوصف اللي احنا بنقوله، لكن نحن مترقبين جيدا ومراقبين عن قرب وعن بعد لما تقوم بهذه الحكومة. سيادة النائب، الحكومة الإسرائيلية قبل المواجهة بتخطط في القدس إلى محو الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطبعا هناك خطط كتيرة حضرتك عارفها 2050، وكان قبلها خطة 2020 والتهويد والأمور بقى الخاصة بالاستيطان وكذا. بعد أن بدأت المواجهة وتغيير قواعد الاشتباك أصبح هناك نقطة من أول السطر، اللي حصل في 7 أكتوبر دي تغيير قواعد اشتباك بمعنى الكلمة، بعيد بقى عن الكلام الضخم. قواعد اشتباك اتغيرت، البعد السيكولوجي في الصراع اتنقل لمرحلة أخرى. أنت أمام تحولات مفصلية وخطيرة بالنسبة للجانب الإسرائيلي مش للفلسطيني، وبالتالي أصبح للجانب الإسرائيلي نحن، اللي كان يقول لك العبارة نحن والأغيار، إحنا والأغيار. النهاردة بقى بيتكلم في حاجة تانية، الإمعان في استخدام القوة بهذه الصورة مش غزة، هي قضية نفي الآخر، إنه لا وجود لي هذا الآخر معي. وبالتالي هيصبح الحديث عن إنه لابد من نزع سلاح حماس والمقاومة الفلسطينية ومحاولة كل السيناريوهات الصفرية اللي حضرتك سامحها. طبعا هتتكلم في الترانسفير والترحيل والتهجير والتسكين والمشروعات، كل ده موجود في الفكر الصهيوني من سنوات طويله بالمناسبه. انه وطبعا الكلام على قطاع غزه، قطاع جهنم، وقطاع كذا، كل ده كلام احنا عشناه. لكن في مراحل معينه كانت مطروحه، ويمكن دكتور اسامه يفتكرها، ان احنا كنا بنتكلم لو احنا عايزين نتعامل مع القطاع بخيارات جيده، اللي هي منها ان انت لو عايز تخلي الفلسطينيين يعيشوا في القطاع بدون مشاكل، في مشروعات كتيره في ده، منها توسيع القطاع على سبيل المثال، انك انت توسع القطاع وتردم وكده. هتقولي لا ده محتاج اموال وكذا، الاوروبيين كانوا هيعملوا ده، لكن جزء مما جرى كانت في افكار خلاقه بمعنى ان احنا القطاع يعيد تاهيله بصوره كبيره. دخلت حماس على الخط، انقلاب حماس على السلطه ادى فرصه للجانب الاسرائيلي لتكريس سياسه الانقسام. حتى اللحظه دي اللي بنتكلم فيها انا وحضرتك والدكتور اسامه، تكريس سياسه الانفصال، ان انا بتعامل مع غزه مش السلطه. ويمكن حاله التحفظات اللي ابدتها السلطه الفلسطينيه خلال 48 ساعه جزء منها مرتبط بده، انت بتناقش على مع حماس، بتناقش مع الجهاد، احنا فين، الوفد جاي بتاع فتح خلال ساعات، عندك تطورات حاصله سريعه، جزء منها هو تكريس سياسه الانفصال. احنا بطبيعه الحال عندنا الصوره الشامله او المقاربه الشامله اللي مصر بتتكلم فيها. انت امام عده سيناريوهات، الاداره المباشره للقطاع، احنا موجودين بصوره او باخرى مصر، يعني الناس اللي بتتكلم ان مصر تبقى طرف وتدير وكذا، مصر موجوده في كل الاحوال. السيناريو الاول هو سيناريوهين، عشان ادي بس الفرصه للدكتور اسامه حبيبي الغالي، جزء منه السيناريو الاولاني هو استمرار المشهد
بهذه الصورة لأطول مدة معينة أمام هذه الحكومة، مع مراعاة أن الحكومة مكوناتها تتغير بطبيعة الحال. القضية مش نتنياهو بالمناسبة، يعني حديث عن نتنياهو هيحاكم مش ده كلام يعني عادي، كان بتكلم فيه أنه جزء من ده مكونات الائتلاف هتتغير. إسرائيل مقبلة على تغيرات مفصلية في الجيش، في المؤسسة العسكرية، في المجتمع، في الداخل، في تفاصيل كتيرة جدا جديرة بالاهتمام بيها، أن دي إسرائيل الجديدة بعد 7 أكتوبر. أنت بتتكلم على مجتمع مأزوم، حالة من الاحتقان داخل المجتمع، قيادات عسكرية وسياسية هيتم الإطاحة بيها، في تغييرات كبيرة في الجيش، هم متماسكين قدام حضرتك يوميا، بس ده عشان المؤتمرات الصحفية يعني، لكن في خلافات كبيرة جدا، قادة أجهزة المعلومات ماسكين في بعض، الحوار معلن تمام. ولو أنت بتشوف إعلام المقاومة وإعلام إسرائيل، طبعا إعلام إسرائيل يكسب للأسف يعني. يكسب في إيه؟ إنه هو بيخاطب جمهوره، بيخاطب جمهوره. أنت مش بتنقل هذه الصورة لجمهورك، في جزء منه طبعا في تقصير فلسطيني، تقصير من المقاومة الفلسطينية، لأن أنا بقيم الصورة بصورة شاملة. هنا بيخاطب جمهوره، وهنا مش قادر يخاطب جمهوره ومركز في نقطة واحدة. المقاومة في كل الأحوال الفلسطينية أنا في تقديري مش مقتصرة على حماس، إحنا قاعدين نقول حماس، لا هي مش حماس. المقاومة الفلسطينية أصلا بدأت في الضفة الغربية، صح، وفي فتح، وفتح يجب طبعًا أن نقدر أن فتح هي كبرى منظمات تحرير فلسطينية، وهي صاحبة الدور التاريخي الأكبر والأبرز، هي المقاومة أصلا. والسلطة الفلسطينية كيان دولة، الناس بتقول لك سلطة، لا كيان دولة وسلطة مشروعة. وليس من مصلحتنا إحنا كدول عربية أن إحنا نتعامل مع السلطة بأي شكل ما باعتبارات معينة، أنه القيادة الفلسطينية في الآخر هي المسؤولة عن الشعب الفلسطيني والممثل للشعب الفلسطيني. فكر الفصائل لن يخدم الساحة الفلسطينية. أنا في تقديري سيادة النائب، حينما تتحدث مع حماس والجهاد وغيرها من الفصائل الفلسطينية، أنت بتحدث قدام فصائل، ده في فصائل غير منضبطة، تيارات سلفية وجهادية، وسما يقول لك عليها بقى بالتفاصيل دي في توقيت معين هيبقى ليها دور، خلي بال حضرتك. وفي جزء بقى من تحريك المشهد في الداخل. السيناريو السيء، السيناريو الأفضل هو ما تقوم به أنت كمصر الآن. مصر بعد ما قرأت الصورة تطرح الرؤية، والرؤية الشاملة هي مش مراحل أولى وتانية وتالتة تمام، وتتحفظ حماس ثم تطلع بيانات. احنا من امبارح للنهاردة في بيانات وردود عليها. النهاردة انت بتتكلم بفكر الدولة المصرية المسؤولة وليس فكر الفصائل، والشعب الفلسطيني أصلا مش فصائلي. الفصائل كام يا أسامة عندكم؟ 18 20 13 فصيل المعترف فيهم رسميا بالضبط، الباقي الباقي بقى حاجة الباقي مش منظم في هذا الإطار. فأنت أمام السيناريوهين، السيناريو الرئيسي هو سيناريو إعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية، هذا هو الأساس، وهذا هو السيناريو اللي احنا نعيد تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية وفق للمقررات الشرعية. حلو، هنا برجع لدكتور أسامة. الأول هسألك، أو يعني لك الحق في أن تعقب على كلام دكتور طارق قبل أن ألقي بسؤال متعلق بمسألة أزمة إسرائيل. يعني هل هذه الأزمة أو هذا الوضع المأزوم يؤدي لحلحلة ولا يؤدي إلى المزيد من التعقيد؟ يعني بداية تحية لك ولكل المشاهدين وللشعب الفلسطيني الصامد الآن، ولضيفك قبل ذلك ضيفك الكريم الدكتور طارق، وهو وأنتم يعني من أعزاء، ونحن أصدقاء مشتركين. نعم، من كلنا. نعم، نعم، ومصر كلها من أحبابنا. الله يحفظك. الحقيقة أن الوضع الداخلي في الاحتلال الإسرائيلي كما تفضل الدكتور طارق مأزوم جدا، هناك أزمة داخلية ومعلنة، لن يكون بعد 7 أكتوبر كما كان قبل 7 أكتوبر. نتنياهو ذاهب وإلى الجحيم، وحتى الحكومة القادمة لكنها لن تكون متطرفة بالشكل الذي يعني كانت فيه الحكومة الحالية التي تدير الحرب، لأسباب عديدة، منها كما تفضل الدكتور على يعني بشكل عاجل الحكومة الاحتلال الإسرائيلي الآن، هناك انهيار لثقافة التطرف وفكر التطرف. حتى بن غفير لم يعد مقبولا، سموتريش لم يعد مقبولا، العديد من المتطرفين الذين جلبوا هذه المصائب، الناس حتى أعضاء الليكود، الأحزاب الذين صوتوا لنتنياهو والذين صوتوا للأحزاب المتدينة، صار المواطن الإسرائيلي بشكل عام، بالمناسبة يعني المواطنين في داخل الاحتلال الإسرائيلي مقسمين فئات، الإشكناز والسفارديم وكذا. بالمناسبة أكثر الذين كانوا متدينين ومتطرفين هم السفارديم العرب، لأن العرب بالمناسبة هم يخلفون كثير، يعني ينجبون، ثقافة شرقية. الأشكناز لا ينجبون كثيرا، وثقافتهم ثقافة يعني لاحظ الثقافة الأوروبية التي يكتفي بإنجاب طفل أو اثنين فقط. الآن عملية التواصل، ارتفاع عملية التطرف من خلال السفارديم، لأنهم يشعرون إذا انهارت الكيان الإسرائيلي كدولة
إذا انهارت أين سيذهبون؟ هؤلاء سيذهبون إلى أوروبا، لكن بينما أولاد سفرديم العرب مش عارفين، لا يوجد خط ردع إلى الوطن العربي المصدر من الأصلية أو مكان سكنهم، وبالتالي هم يتشددون في التطرف ويميلون إلى حزب شاس، ويعني كل الأحزاب المتطرفة تميل إلى، وحتى اليهود شرق أوروبا مختلفين عن يهود غرب أوروبا. لذلك الأزمة عميقة داخلية، الوضع الداخلي في داخل إسرائيل الآن بعد الأزمة التي جرت في 7 أكتوبر يعني بدأ يتفكك، الحكومة بدأت تتفكك. التشكيل القادم يعني أنا أتصور أنه سيكون جانتس هو القادم للحكم، ولكن بشروط أمريكية، بثقافة أمريكية وبطريقة أمريكية، لأن اللوبي دائما اللوبي الأمريكي اليهودي في أمريكا هو الذي يتحكم في تلبيب القرار داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي يصبح الضغط عليها، مثل ما جرى مثلا في عام 1991 عندما ذهبوا إلى مدريد، كان هناك ضغطا على حكومة شمير. وبالمناسبة نتنياهو ابن شمير، يعني اتربى على ثقافة شمير، وكان سفير لحكومة الولايات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الولايات المتحدة في عهد مين؟ في عهد رئيس الوزراء شمير. فذهب إلى المفاوضات وكان ضمن الوفد الإسرائيلي في المفاوضات في مدريد، في مؤتمر السلام في مدريد. ونتنياهو أحد الذين كانوا ضد أوسلو بالأساس، لأنه كان ذاهب إلى المفاوضات من أجل المفاوضات، هم كانوا وضع شمير قال سنذهب إلى المفاوضات من أجل المفاوضات، لكن استجابة إلى الرغبة الأمريكية التي كانت في ذلك الوقت ضغط مقابل الضمانات. وبالتالي ستعود الفكرة إلى يعني إلى المشهد أن الولايات المتحدة ستضغط باتجاه تشكيل حكومة تذهب باتجاه حل الدولتين، إرضاء للعرب استنادا إلى الرغبات لدى بايدن وحكومة الولايات المتحدة، يعني على أساس تخفيف الاحتقان العربي والاحتقان حتى الدولي الناقم أصبح على الولايات المتحدة بسبب استخدام الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار. يعني مش ضد أنه إحنا مش عايزين نبيد إسرائيل، احنا فقط كل اللي بنقوله وقف اطلاق النار لادخال مساعدات انسانيه، وهي تستخدم الفيتو امام 153 دوله صوتت في الجمعيه العامه، وامام العديد من دول العالم، امام كل اعضاء مجلس الامن الدوله الذين صوتوا معه، ومع ذلك الولايات المتحده تستخدم الفيتو. الان المشهد كما تفضلت هو يعني انا شايف انه بعد نهايه الحرب قد تكون الامور مختلفه، ليست هناك ايضا يعني نود ان نذكر في نقطه مهمه جدا، الدكتور طارق تحدث عن السيناريوهات. أنا في تقديري مهم جدا أن لا نتحدث على اليوم التالي قبل أن نعرف النتائج، قد لا تكون النتائج كما تريد حكومة الاحتلال، وقد تكون النتائج أسوأ مما تريد حكومة الاحتلال أو كما تريد حكومة الاحتلال. بمعنى آخر أنه نتنياهو أعلن في أهدافه الأولى أنه يريد القضاء على حركة حماس، يريد القضاء على يعني سحب كل أشكال السلاح وتجريد غزة كلها من السلاح بما فيها الفصائل الفلسطينية. الآن قد لا يستطيع تنفيذ هذا المطلب بسبب وجود الأنفاق وبسبب وجود المقاومة العنيفة والخسائر التي تكبدها، ولا يستطيع الاستمرار في هذا الحرب. إذن هذا سيناريو مطروح، كيف يمكن أن تعالج هذه المسألة، وكيف تتحدث عن اليوم التالي كأمريكا وكاحتلال وكمجتمع دولي يتحدثون اليوم التالي اليوم التالي بلا حماس، وقد تكون حماس في المشهد وقد تكون هي سيدة المشهد. إذن لا نستطيع أن نقول أن هناك سيناريو محسوم إلا إذا انتهت الحرب، لكن ممكن أن نضع سيناريوهات، سيناريو بدون حماس، سيناريو مع حماس، سيناريو بقيادة حماس، كل السيناريوهات قد تكون مطروحة. أنا أقول لك بشكل صريح لن يكون هناك سيناريو يخلو من حماس، يخلو من حماس، لكن لن يكون سيناريو بقيادة حماس. بمعنى هل لأنه هيبقى مرفوض دوليا ولا لأنه هيبقى مرفوض في الداخل الفلسطيني عن قبل في الداخل الفلسطيني التحرير. أنا بقول لك على لساني أنا على لساني وخد عن لساني، لن يكون هناك بعد نهاية الحرب، لن يكون هناك مشهد قادم في الساحة الفلسطينية بدون حماس، لكن في أقل لكن تقدير يكون هناك مشاركة، لن يكون نعم لن يكون يعني بقيادة حماس. يعني حماس هتكون ضمن مكونات شريك من ضمن المكونات ضمن الشريك طبعًا. وهو ده دلوقتي المطروح، لكن يعني السيناريو الأكثر حضورا هو توقع بأنه اليوم التالي لوقف إطلاق النار حماس لن تدير القطاع، قولا واحدا لن تدير القطاع. نعم. يعني قضي الأمر في هذا الأمر. موضوع التفاصيل بقى الخاصة حضرتك بأجهزة حماس، يعني الأجهزة الخاصة بحماس أو الإدارة الداخلية أو ما إلى ذلك، أنا عايز أقول نقطة مهمة ربما تغيب عن الأذهان، إن السلطة الفلسطينية
وموازنة السلطة الفلسطينية بتوجه أكتر من 40% أسامة كما تذكر لحماس لقطاع غزة. القضية مش حماس ومش حماس، يعني الجزء الآخر هناك أحاديث إسرائيلية على حماس الجديدة. يعني حماس الجديدة اللي هي حماس اللي هي يمكن أن تقبل. أنا في تقديري لا الأوروبيين ولا الأمريكان هيسمحوا بمساحة لوجود حركة حماس. ربما يكون أي هناك مساحة أي ولا مساحة. تقليص مساحة حماس؟ لا أي مساحة، لن يكون هناك قبول. الإدارة الأمريكية إذا استمرت، ما هو أنت غزة أصبحت ترمومتر لما سيجري في الإقليم يا ساتين. هذا الكيان الصغير اللي قلب العالم كله، ده مش أوكرانيا، أنا بكلم بقى حضرتك على جزء من معدة الإقليم واللي هتتشكل. ما سيجري في قطاع غزة سيادة النائب هيبقى قابل للتكرار في ترتيبات أمنية واستراتيجية في الإقليم. أربط الأحداث مع بعض، اللي حاصل في البحر الأحمر طبعا. الوكلاء الإقليميين، الأطراف، حزب الله، دي عبارة عن فروع لموضوع أكبر هو الترتيبات الأمنية والاستراتيجية. الولايات المتحدة في حالة ارتباك طبعا لظروف الانتخابات ولأمور كتيرة جدا، فبالتالي لما يجي لك وزير الدفاع الأمريكي ويجي رئيس الأركان وقائد القوات المركزية الأمريكية ويكلمك على الترتيبات الأمنية سواء في مناطق أو مناطق التماس الاستراتيجية، هو عينه على الإقليم وليس غزة. غزة من السهل إعادة ترتيبها مع احترامي وتقديري لكل ما يجري، بمعنى أنه إذا أرادت الولايات المتحدة إنهاء الحرب اليوم ستتدخل الإدارة الأمريكية وتنهي حالة الحرب. خمس دقائق لا نقاش في هذا ستين. طب ايه اللي مخلي الإدارة الأمريكية مستمرة في هذا الأمر؟ عدة اعتبارات. أولا في المجمع العسكري الصناعي في الولايات المتحدة بيضخ أسلحة في مصالح كبيرة جدا، ده رقم واحد. اثنين إن الرئيس جو بايدن بيتعامل مع إسرائيل إنه شأن داخلي، غيروا يا جماعة مكونات الائتلاف، فهناك خلافات دائرة في هذا الإطار باعتبارها ولاية أمريكية، ولاية أمريكية، وبالتالي في ترتيبات بتجرى في هذا الإطار. ويمكن نتنياهو حالة احتقان مع الإدارة، والبديل موجود زي ما قال أسامة، المعارضة موجودة، يعني ما فيش مشكلة إن احنا نعوم دور الناس دي في مرحلة. لكن أنا في تقديري الأخطر الترتيبات الأمنية سيادة النائب، ودي مهمة جدا حضرتك تبص عليها. الترتيبات الأمنية لن تقتصر على غزة، إنما ستمتد إلى مناطق متعددة في الإقليم. يعني أنت بتتكلم على حزب الله، حزب الله جزء مهدد أكبر من حماس وأكبر من أي تهديدات، يعني حزب الله نفسه النهاردة الميليشيات الحوثية بتسجل حضور عسكري واستراتيجي ما كانتش بتسجل قبل كده، صح. فبالتالي في قوة محايدة النهاردة، لازم تربط كل ده في البروفة القادمة للإقليم. الإدارة الأمريكية هل تتحمل مصالحها أنها تتضرر بهذه الصورة؟ يعني الأمريكان لما يكلموا حضرتك على التحالف اللي هو هنعمله في العسكري، يا سيدي ما قبلها في تحالف اسمه 153 وكان احنا مسكناه وبعدين الأمريكان مسكوه وبعديها في القيادة، قبليه كان القوى المركزية الأمريكية. الترتيبات الأمنية ستشمل الإقليم. الهدف الأكبر إيران، أنا في تقديري الهدف الأكبر إيران. الأمريكان مستقيم من التقاربات العربية الإيرانية بطبيعة في تخوف الحال. وفي توجس الاثنين مع بعض حضرتك سيادة النائب، ده أمر مهم جدا. وأيضا الدول العربية أصبحت رشيدة، يعني خلينا أراهن في هذا، الدول العربية أصبح لها رؤية ومقربة مع الإدارة الأمريكية، فبتتعامل الآن على مستوى الندية إن إحنا مش داخلين معاكم التحالف، في شراكة عسكرية واستراتيجية بس بشروطنا، يعني في تغيرات مفصلية في العلاقة. حضرتك هتقعد تدير الأزمة دي أنا في تقديري لغاية الانتخابات الأمريكية، لغاية الانتخابات الأمريكية إدارة للأزمة، ثم بعد ذلك نتحدث عن الترتيبات الأمنية. حتى الآن الترتيبات الأمنية في قطاع غزة لم تتضح معالمها بعد، برغم كل الحديث عن بلوكات وكانتونات ومناطق آمنة ومناطق وبافرزون لنهاية الحرب. تمام، لغاية نهاية ده، لغاية بس كلمة نهاية الحرب دي كلمة بالنسبة لي تدعو للتفاؤل، اللي هو يعني إذا لهذه الحرب نهاية، في ظل أن بنيامين نتنياهو لحد اللحظة بيقول سوف يستمر هذا القصف لشهور، يعني ده كلامه. أنا هستأذن هروح لفاصل سريع جدا يعني، وعايز أرجع على مسألة هل ده معناه أن احنا شايفين أن الحرب باتت أو نهاية الحرب باتت قريبة نوعيا، ولا هي مستمرة لشهور زي ما قال بنيامين نتنياهو؟ إذا كانت مستمرة طب إحنا هنتعامل إزاي في هذا الإقليم؟ وأنا دوري في مصر هيبقى ماشي في أي اتجاه؟ أصبح الحمل ثقيلا طبعا. إحنا مش بننتهك سياسات النقي بالنفس ولن ننتهك سياسات النقي بالنفس، لكن المسألة أصبحت فيها خطورة حقيقية. فاصل ونكمل الكلام. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ كل تمام يا رب تكون كل حاجه بخير. كل الترحيب بضيوف الاعزاء داخل الاستوديو، دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه، والدكتور اسامه شعث استاذ العلاقات الدوليه. وهنا هرجع لدكتور اسامه، ونحن نتحدث عن بعد انهاء الحرب، اذا هل باتت نهايه الحرب قريبه نوعا ما،
وكلمة قريبة اللي هي إمتى؟ شوف الاحتلال الإسرائيلي أعلن خطته بالحقيقة، يعني من يوم 7 أكتوبر بدأوا يضعوا خططهم وترتيباتهم إنه الحرب ستستمر لمدة عام. ثلاث شهور حتكون حرب برية، وتسع شهور حرب تطهير بسموها تعقيم في داخل غزة. طبعا هم حتى الآن يعني اقتربنا من ثلاث شهور لم ينجحوا في تحقيق أهدافهم، بل بالعكس مني بخسائر. بالضبط، والخسائر كانت فادحة بالأرواح والمعدات والاقتصاد وفي كل مناحي والحالة النفسية زي ما ذكرها الدكتور. وبالتالي وأيضا هجرة عكسية. الآن هناك اجتماع للقيادات الإسرائيلية ذهبت إلى الولايات المتحدة، حيجتمعوا مع بلينكين وحيجتمعوا مع مستشار الأمن القومي سارتر شو اسمه ده تبع الأمن القومي، وسيجتمعوا سيضعوا يعني بعض الترتيبات لتخفيف حدة الحرب. تخفيف حدة الحرب بالنسبة لهم من شأنها أن تقلص أولا الخسائر البشرية، ثانيا تقلص الخسائر حتى في المعدات والأدوات العسكرية في أثناء الهجوم، وبالتالي حيكون الهجوم كليته من خلال الطيران ومن خلال القصف الخارجي إلى غزة. أما هجوم بري سينتهي تماما، وسيصبح من خلال إضافة إلى ذلك الولايات المتحدة بتقترح منطقة جدار عازل، أو مش عازل، منطقة عازلة بعمق 2 كيلو على امتداد الشريط الحدودي 44 متر، 40 كيلو في طول في عمق 2، نتكلم عن 80 كيلو متر من قطاع غزة سيقتطع، وبالتالي ستصبح غزة بالمجمل بالحد الأقصى للمساحة التي تكتظ بالسكان لا تزيد عن 280 كيلو متر. هذا في حال في أقصى الأحوال إذا أخذوا 2 كيلو على الشريط ممتد 2 كيلو يحسبها منين؟ هم 14 كيلو هيحسب 2 كيلو من أي حدود؟ لا 14 كيلو مع 14 كيلو عرض مع مصر و40 كيلو 45 كيلو 40 أول 40 40 مع 2 كيلو يعني بنتكلم على 80 كيلو بالحد الأدنى بالحد الأقصى. خلينا نقول بالحد الأقصى متوسط 80 كيلو. طيب هم في غزة شمال غزة بتحدث عن عزل غزة كلها ونقل كل غزة إلى الجنوب ما بعد الوادي، وبالتالي بنتكلم عن مساحة لا تقل عن عن إيه؟ عاوز 80 كيلو فين؟ ال 80 كيلو على امتداد الشريط، على امتداد الشريط، امتداد الشريط نفسه. أنا بتكلم هم تقليص مساحة القطاع بالكامل فوق وتحت، تقليص مساحة القطاع امتداد، ما هو القطاع عبارة عن زي شكل الخنجر. أنا عارفه شكله هو زي الخنجر. أنت بتمشي مع 2 كيلو مع الحدود وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط من عند كرم أبو سالم أو منطقة الحدود مع مصر بعمق 2 كيلو. إذا تم تفريغ هذه المنطقة ووضعها منطقة عازلة أصبح نتكلم عن مساحة قطاع غزة ستصبح 280 كيلو. أنا بالمناسبة حابب أعرج على نقطة. في سنة 1949 لما تم توقيع اتفاقية الهدنة دكتور طارق، كانت الهدنة رودز في 24 فبراير مع مصر، طبعا وقعتها مصر مع الاحتلال الإسرائيلي، كانت مساحة غزة 550 كيلو. وعاد يتم اقتطاع 550 كيلو في العام التالي. بدأ الفلسطينيين يرجعوا بعد الهدنة، خلاص كل واحد بدأ يرجع شوية الأغراض تبعته والملابس يرجع بشنطه، يرجع على وين؟ على بئر السبع، واللي يرجع على سديروت، واللي يرجع على المجدل، واللي يرجع على الرملة واللد. وين رايحين؟ صاروا الإسرائيليين يلطموا. لا وقف، طلبوا من مصر وطلبوا من القوات الدولية، لأنهم صاروا يضعوا ألغام. وانتهت المسألة بأنه يكون هناك ترسيم حدود بمنطقة عازلة من عمق غزة بخمسة كيلو شريط 550 كيلو. أخذوا على 40 كيلو طولا، أخذوا 200 كيلو متر، فأصبحت 195 كيلو. وأصبحت مساحة غزة في ذلك الوقت قطاع غزة أصبح من 555 إلى 365 كيلو، يعني بتكلم بالضبط حوالي 195 كيلو تم اقتطاعها من مساحة قطاع غزة لصالح الاعتراض. هذه هي الآن التي تعتبر غلاف غزة على الشريط الحدودي والمنطقة العسكرية. الآن لو رجعنا للمطلب الإسرائيلي أنه يريد أن يضع منطقة عازلة، غزة بأقصى مساحة إلها ستكون 280 كيلو، مهم 360 حكينا. فإذا أخذوا اثنين في هذا طبعا مسألة مستحيلة وغير منطقية. الولايات المتحدة بتخطط مع الاحتلال الإسرائيلي على هذا الكلام. الآن مدى قدرة الشعب الفلسطيني على رفض هذه المسألة، مدى قدرة القيادة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية موحدة. وأنا حابب قبل ما أنهي هذه النقطة، في كان سؤال يعني الدكتور طارق عرج عليه بشكل صحيح، إنه الفصائل الفلسطينية الموجودة الآن مجرد ما تحصل حالة انتهاء للحرب وإعادة إطلاق المبادرة المصرية التي بدأت فيها بالفعل والحوارات التي جرت يعني بدأت تجري على الأرض
وهناك قبول بالمناسبة من قبل حركة حماس ومن قبل حتى الجهاد الإسلامي والعديد من الفصائل. وأعلن بعض القيادات في حركة حماس أعلن مع أنه في وجود خلافات داخلية بينهم أعلن بشكل صريح عن يعني قبولهم الانضمام حتى إلى منظمة التحرير، لأن هناك الحدث أكبر بكثير طبعاً من حركة حماس وأكبر من أي فصيل فلسطيني. حتى حركة فتح ليس لديها القدرة أكبر من الكل أكبر ليس لديها القدرة حركة فتح بمفردها أن تواجه هذا الأخطبوط وهذه الحرب المسعورة وهذه الهجمة الدولية. بالمناسبة إحنا بنحاربش إسرائيل لحالها، إحنا الشعب الفلسطيني بنحارب الولايات المتحدة طبعاً ودول عظمى في العالم، لأن هذه مصالح الاحتلال الإسرائيلي كما تفضل الدكتور طارق، هذه مصالح مش بس على موضوع أنه الاحتلال الإسرائيلي يمثل ولاية أمريكية فقط، وإنما هناك مصالح في غزة وليست قوة إقليمية فحسب. أيضا غزة منطقة استراتيجية تهدد الأمن القومي العربي كله، إحنا على ساحل غزة مباشرة يوجد غاز طبعاً. الغاز هذا حقل تمار تم الاتفاق بشكل صريح، أنا بقول لك إياه، تم الاتفاق مجرد في 2017 عندما تم الاتفاق على تشكيل حكومة فلسطينية وبدأت الحكومة الفلسطينية تنزل إلى غزة. أنا عملت دراسة في هذا الوقت ونشرت هنا في مركز دراسات الأهرام، توقعت بشكل صريح أن لا تنجح هذه المصالحة لأن هناك قوى إقليمية لن تسمح بتمرير هذه المصالحة بخلاف الاحتلال الإسرائيلي. طب لماذا؟ لأن الغاز الموجود على ساحل غزة هذا الغاز هو ثروة لثروات الشعب الفلسطيني. طبعاً. اتفقت السلطة الفلسطينية مباشرة، الرئيس أبو مازن اتفق مع مصر والقيادة الفلسطينية، جاء وزير الطاقة في مصر وقع تم التوقيع على اتفاقية على التشغيل المشترك في حال تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، على أن مصر تتولى عملية التكرير والاستخراج والتسويق، وبالتالي هنا استفادة جماعية للشعب الفلسطيني ولمصر ولكل من سيشارك في عملية الاستخراج. إضافة إلى ذلك أوروبا ستستفيد من الأمر طبعاً. في حال هذه الأزمة الموجودة الآن في أوكرانيا وفي روسيا مع أوروبا، الآن هناك حاجة أمريكية وحاجة إسرائيلية وحاجة دولية وحاجة إقليمية لهذا الغاز الموجود، الكل عينه عليه، وبالتالي هذا على مستوى الغاز فقط. على مستوى المكان الاستراتيجي كما تفضلت بخصوص ما طرحه نتنياهو في الأمم المتحدة، أنا بس عايز أعقب على نقطة قالها دكتور أسامة ومهمة أو الموضوع أنه الفصائل النهاردة حماس والجهاد يخشوا منظمة تحرير فلسطينية، يعني أخشى أنه يبقى أن إحنا بن بن بنعول على أمور. إحنا الخطوة دي كانت مطروحة من أيام ياسر عرفات سيادة النائب، وبعدين دخلت حماس والجهاد في مراحل معينة وحطوا شروط لو أنت فاكر أسامة المحاصصة وفكرة النهاردة حماس ليس أمامها بدائل. خليني بقى أقول نقاط رئيسة في هذا الإطار. البدائل تضيق يا سيادة النائب أمام حركة حماس، وحماس حركة مصلحية نفعية سمية حاجات كتيرة جدا، لكن لا وقت الآن لأن احنا نناقش في مثل هذه الأمور. النهاردة حماس بطبيعة الحال ممثلة للمقاومة الفلسطينية، ونحن مع المقاومة الفلسطينية ومع حق الشعب الفلسطيني طبعا. ولا أحد يزايد على هذا. احنا النهاردة بنرتب ده في إطار خطوات مصرية ممنهجة بصورة جيدة، والقاهرة قدمت رؤية شاملة، يعني مش مراحل بس، مرحلة أولى وثانية وثالثة فقط. انت بصيت على الصورة على المشهد بعد ما شاهدت هذا المشهد من أصله إلى ورسو إلى الدوحة إلى القاهرة، ففي تفاصيل كتيرة جدا مرتبطة بده. النهاردة ما عندناش وقت نضيعه في تحفظات الفصائل، يعني عشان أكون أمين مع حضرتك، ومصر داخلة بمسؤولية كبيرة في هذا التوقيت، وبالتالي كل القوى الفلسطينية الآن عليها أن تعلو فوق خلافتها. اللي أنا شايفه كمراقب وكمواطن وراجل متخصص في الملف سنين طويلة صحيح. إن الناس لازم تدرك اللحظة الخطيرة اللي بتعيشها القضية الفلسطينية. إحنا بنقول يا جماعة القضية الفلسطينية مستهدفة الآن بصورة كبيرة، والشعب الفلسطيني مستهدف، وموضوع تكريس سياسة الانقسام ما بين الضفة والقطاع اللي إحنا بنتكلم بقالنا فيه ساعة ده هيبقى مرشح للاستمرار، لأن ده هدف إسرائيلي طبعا. أنا النهاردة لو نزعت سلاح القطاع ما هو البدائل؟ ما هو البديل إذا توقف الجهد المصري في هذا التوقيت؟ يعني الأشقاء الفلسطينيين عليهم أن يدركوا تماما، وأنا بتكلم بصفة شخصية، إنه ما هو البديل؟ البديل لا يوجد وسيط في الإقليم مع احترامنا لكل التحركات العربية والدولية إلا مصر، وبالتالي أنت بتطرح رؤية. النهاردة إسرائيل ستتجاوب معك أنا في تقديري إذا لقت مصر في الصورة لاعتبارات كثيرة. مصر هي مصر،
حتى لديك خبرات متراكمة في الملف طويلة تستطيع أن تضغط على إسرائيل. ربما الولايات المتحدة، وأنا عايزة برضو أشير نقطة مهمة، الولايات المتحدة كل ما مصر هتنجح في خطوة هتحاول تعوق، يعني خلينا أكون أمين مع حضرتك طبعا. يعني المسؤولين الأمريكان اللي بيزوروا دول في الإقليم ملهاش أي قيمة، ومصر هي الأساس وهي اللي بتحدد البوصلة، يعني شئنا ما بينا، لكن المراكفة الأمريكية معنا مستمرة. طبعا إحنا بنأكد على حجم الشراكة والتعاون وكذا، لكن الأمريكان في تقدير الشخصي، في تقدير الشخصي انه تحرك مصر هو تحرك مسؤول في هذا التوقيت يا سياده النائب. الاشقاء الفلسطينيين عليها ان يعلوا بفوق فوق فكر الفصائل حتى هذه اللحظه، حتى مساء اليوم القوى الفلسطينيه في ردود فعلها بتؤيد وتنفي، تؤكد وتنفي، ما فيش وقت لهذا الكلام. يعني النهارده زي ما قلت لحضرتك النهارده ما فيش وقت، انا ما عنديش يعني رفاهه يا سياده النائب دكتور. الاشقاء الفلسطينيين عندهم مشكله الان ان الخلافات الفصائليه لا نملك هذا الطرف، ما فيش يعني عندناش رفاهه. انا يمكن وانا هطلع فصل وهنرجع دكتور اسامه فعلا، يعني بس لان هو فعلا حضرتك قلت حاجه مهمه جدا، ويمكن اعتقد كمان دكتور اسامه يتفق معنا في ذلك. لا احد يستطيع تحمل عشر معشار الملف اللي شايله مصر، ولا احد في المنطقه يستطيع ان يلعب برضه عشر معشار الدور المصري. سياده النائب مصر عشان نبقى متفقين، احنا بنتحمل ما لا يتحمله بشر، وده امر واجب وطبيعي ومسؤوليه مصر، لكن الان لا نريد ان احنا ندخل في تعريفات. يعني اما حد يجي يقول لي هي حكومه فصائليه ولا حكومه تكنوقراطيه، حكومه فنيه ولا حكومه اطياف فلسطينيه، يعني هندخل بقى في تفاصيل كتيره. يا سيدي هذه الامور من المفترض ان تحسم النهارده. انا بتكلم في ابجديات، ازاي النهارده حماس وفتح عايزين يخشوا جهاد وحماس؟ يا جماعه ده احنا سنوات بوحه صوتنا في مصر في الحوارات الفلسطينيه، وبالتالي النهارده انا برتب اولوياتي. النهارده ليس امام المقاومه الفلسطينيه وحتى السلطه الفلسطينيه رفاهه البحث عن خيارات خارج هذا الاطار، ما فيش رفاهه في هذا الاطار. هعود بعد الفاصل لاستكمال هذه المناقشه اللي هي بالنسبه لي في منتهى الفائده. استنوا حتة فقرة جميلة. طيب، وما يحدث في روما يبقى في روما دائما. نيرون مات ولم تمت روما. خليني أجدد الترحيب مرة تانية. ليه؟ عشان حابب نتناقش في حاجات كتيرة جدا. يمكن بصوا يا جماعة، في الحديث السياسي وفي حديث الأزمة دائما هناك ما يقال وهناك ما يقال، ولكن لن يقال أبدا يعني إلا في حين زي ما بيتقال. دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية منورنا، دكتور أسامة شعت أستاذ العلاقات الدولية منورنا، وهنا برجع لدكتور أسامة عشان قال أنا عندي نقطتين عايز أتكلم فيهم وهم يعني أنا تعقيبا وتأكيدا على حديث الدكتور طارق، هو تحدث مهم بشكل مهم جدا على موضوع الحكومة، والحكومة المهم جدا أن تكون وفقا للرؤية المصرية. أنا يعني أكثر ما عجبني في المبادرة صراحة هي نقطة الحكومة والمصالحة، تشكيل حكومة تكنوقراط. لماذا؟ واللي عاجبه عاجبه، مش الفصائل، اللي مش عاجبه يطق راسه في ألف صحيح. حيط. لأنه الحكومة الوطنية التي تشكلت قبل ذلك أول من، يعني خلينا نتكلم بصراحة، في سنة 2005 الولايات المتحدة ضغطت على قطر وطلبت من قطر إشراك حركة حماس، مش من لساني، من لسان الأمير القطري، من لسان رئيس الوزراء القطري، قال إنه إحنا الأمريكان طلبوا منا الطلب من حماس الدخول الانتخابات. ودخلت حركة حماس الانتخابات، فازت كويس. راح الرئيس أبو مازن شكل، تفضل يا اسماعيل هنيه، شكل حكومة. مجرد ما تشكلت الحكومة بقيادة حركة حماس لوحدها، الولايات المتحدة استخدمت الفيتو، العالم كله هاج على حماس، شطبوا حكومة حماس وعملوا حكومة وحدة وطنية في قلب مكة، العالم كله قاطع الحكومة لماذا؟ لوجود حماس. طب ما انتوا اللي طلبتوا من حركة حماس وطلبتوا إشراكة في، وبعدين هذه انتخابات ديمقراطية وتمثيل شعبي، انت شو دخلك فينا؟ وبالتالي العالم كله الآن لا يريد وجود حركة حماس في المشهد السياسي. بلاش نشكل حكومة تكنوقراط، والحكومة التكنوقراط مستقلين وخبراء من أبناء الشعب الفلسطيني، هم من أمريكا، هم من دول من المريخ، لا هم من الشعب الفلسطيني، وهو أساسا الأستاذ والدكتور والكذا ينتمي لأي فصيل سياسي بشكل مستقل، وعنده انتماء وعنده كذا، مش ضروري يعبر عن موقفه في حزب سياسي ويكون ضمن الإطار الرسمي للإطار هذا الحزب وذاك. وبالتالي تشكيل حكومة التكنوقراط مسألة مهمة جدا، وأعتقد أنها أهم نقطة يتم الاتفاق ويجب أن يتفق عليها، وأعتقد أن غالبية أبناء الشعب الفلسطيني يريد ذلك، والقيادة الفلسطينية والفصائل تريد ذلك. ومن لا يريد
أعتقد أنه سيكون في موقع المساءلة الشعبية. بس في تحفظ معلش دكتور أسامة على أنه الحكومة إحنا طرحنا طبعا تكنوقراط لأنها تضم زي ما حضرتك قلت كل المستقلين والذين لا تعترض عليهم وهروبا من الأزمة هروب من الأزمة وأن أنت تسوق لهذه الحكومة دوليا وعالميا عشان هتخش في مشروعات إعمار وأمور تفصيلية. لكن أنا أخشى من حاجتين وخليني أكون أمين مع حضرتك أنه الفتح تطالب بحكومة تضم الأطياف الفلسطينية جميعها بمعنى أنه يبقى فيه دور للأطياف. أحد أهم الردود الفعل السلبية اللي احنا تلقيناها واللي ترددت في الإعلام خلال الساعات الأخيرة وربما هتحل في زيارة الوفد للقاهرة جزء منها هي حكومة أطياف فلسطينية. يبقى رجعنا للمربع رقم صفر يا سيادة النائب. ليه؟ لأن أنت هتشكل حكومة وحدة وطنية وحكومة بالظبط كده وحكومة وحدة وطنية هتضم مين؟ ما هو أنت حضرتك مش هتقدر تستبعد الدكتور أسامة حماس أو عناصر كده كده الجد ما بتخشش. لكن أنا بتكلم في بعض الأسماء المرفوضة دوليا. هتعمل مشروع إعمار إزاي؟ هتدخل استثمارات إزاي؟ الاعتراضات الأمريكية الإسرائيلية لا ولو دخلت حتى بعيدا عن الأسماء حتى ولو بعيدا عن الأسماء المرفوضة دوليا أنا لو دخلت في المحاصصة هتبقى مرفوضة دوليا يعني خليني هبقى واضح هبقى واضح دون أن يعني أتحدث بالتفصيل. أنا في 2018 المصالحة ما نجحتش ليه؟ ما هو تاني علشان طب أدخل اثنين لا أدخل كله ما هي هنرجع بقى انا مش عايز اخش في الحته دي ايوه عشان كده انا بقول هي حكومه التكنوقراط وقد تكون محاصصه غير معلنه يا دكتور بمعنى أسامة تقبل بها السلطه الفلسطينيه لانه في النهايه طبعًا هي حكومه السلطه طبعًا الفلسطينيه طبعًا نحن طبعًا نتحدث عن سلطه رسميه ممثل للشعب الفلسطيني وحدها هي من تقرر القياده الفلسطينيه صاحبه القرار ليس مجرد فكر فصائل يا جماعه الفصائليه اضرت بالقضيه الفلسطينيه اكثر من كان حريصا على تشكيل حكومه التكنوقراط قبل ذلك الرئيس ابو مازن وهو الذي شكل حكومه التكنوقراط في لازم تصطبغ بصبغه الانقاذ الوطني لاجل هذا الولد بالضبط لكن مش تبقى النهارده تبعد الفصائل حتى لا يتم الضغط علينا من المجتمع الدولي وعدم خلي بالك ف 2014 كانت في حكومه وحده وطنيه ورئيس الوزراء رامي الحمد الله وجاءت الى مصر ايام مؤتمر الاعمار في وزاره الخارجيه وتم صرف كتابه 5.5 مليار دولار تم جمعهم من دول العالم. كان الشرط الوحيد عدم وجود حكومة وحدة وطنية بسبب وجود حركة حماس باعتبارها هي العقبة الرئيسية. ما هي حماس إذن أنا رجعت لفيت حوالين نفسي استمرار حماس إنها في دائرة مفرغة تمثل حق الفيتو أو النقد على كل قرار فلسطيني سيضر بالقضية الفلسطينية هذا لأنه مضيعة للوقت اليوم وأنا بتكلم على نفضل نلف داخل نفس الحلقة المفرغة زي ما بدأت أنا بقول لحضرتك حركة فراغ. أنت النهاردة بتتكلم على تثبيت الواقع الفلسطيني ممثل في السلطة الفلسطينية جوه القطاع وأيضا في الضفة الغربية طيب. لأنه بطبيعة الحال ده هو ده المطلوب أنا لا أكرس الوضع الراهن أنا عايز أكمل ولكن نقطة بس يعني نقطة واحدة فقط بخصوص الفصائل. وأنا أتفق مع الدكتور طارق أنه يجب أن يتعالوا عن كل الصغائر والأيديولوجيات وهذا أسامة. ولكن قبل ذلك يجب أن يكون استنادا إلى الدور المصري الرائد والمعروف يجب أن يكون هناك أيضا متبوعا بدعم إقليمي من القوى الإقليمية التي تتدخل والتي لا يعني شوف أنا ملتزم بأن أنا لازم أختم الحلقة لكن يعني على خلفية أتمنى وعلى مسألة بص مصر بتعمل اجتماعات القاهرة المرتقبة خلال الأيام القادمة زي ما قال دكتور طارق مصر وانت عارف يا دكتور أسامة الدور مصر حتى رؤية شديدة الوضوح بخارطة الطريق وشاملة كمان. يعني خارطة الطريق فيها الإجراءات بالتكتيكات بكل سنتي حدود زمنية حلو كده هتنتظر أدوار إقليمية أخرى داعمة لهذه الرؤية. أنا بقول لك من دلوقتي لا ما تنتظرش ولو تدخلت أطراف إقليمية أخرى مهما بلغ شأنها أو حجمها أو محبتنا ليهم ومحبتهم لينا هتبوظ. نصيحة خلينا في السلطة وفتح وبقية الفصائل ماشيين ورا القاهرة تراك واحد وبس تراك والله واحد. أيوة وبس تراك واحد. وإحنا التلاتة أضرب أنا بقصد للجميع. إيه مع التقدير للكل والمحبة طبعًا والاحترام طبعًا وكله الكل بمعنى الكل تراك واحد. في الإقليم وفي جيران الإقليم بس خلينا ماشيين ورا القاطرة المصرية فقط لحد بس ما إيه نمضي وبعدين مليون حلال
انا اسف انه الحلقه خلصت لانه انا اسف ان انا عايز اقعد والله العظيم. نعم. بس طبعا في ورانا برامج تانية هنعمل ايه، اخد القناه لوحدي ما يصحش. كل الشكر للدكتور طارق، شكرا لحضرتك، نورتني وشرفتني كمجره العاده. دكتور دكتور اسامه، انا فعلا ببقى سعيد بوجودك معانا حقيقي، وببقى يعني النائب الحبيب بقدر استبين وجهات نظر كتيره يعني بتفيدني حتى بشكل انت سفير هنا في مصر. يا ريت يلا يا سيدي اعملوا حاجه اسمها السفير الشرفي، القناصل الشرفيين. أيوة. اللي بيعملوها اوروبا. أيوة. يلا بينا وانا جاهز. اشكركم جدا ونورتوني وشرفتوني، شكرا جدا لكم يا جماعه على المتابعه. لو كان لنا العمر هنقابلكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.